السلام عليكم البنات، هذا فيديو خفيف ظريف بيجاما سامبل داير بالفرنجه. غادي نوريكم حنا الطريقه باش غادي نغلف صديف. طريقه سهله وبسيطه. المهم كناخذوا اللون ديال الثوب اللي بغينا، ديال الكمام اولا ديال الثوب اللي في بيجاما، وكنقطعوا هكا طريفات بهذه الطريقه، هذه مربعات صغورين، والعقادي كنختاروا العقادي اللي بغينا، بغينا شويه كبارين، بغينا شويه صغورين، المهم على حسب الذوق ديالكم. المهم كناخذوا الصدفه بحال هكايا او الازرار، وكنطوع على داك المربع ديال الثوب اللي خدينا، وكندوروا مزيان باش تشد لينا، ومن بعد كنخيطوا بالبرا باش يتشد لينا من التحت ديال الثوب بهذه الطريقه هذه. تبعوا معايا، يعني طريقه سهله بلا ما تمشي تغلفي عند يغلف لك منصدايف ولا شي حاجه، هذه لك تي مزروبه ويعني مدروكه، يعني الوقت ما عندكش باش تمشي تغلفيهم، كتغلفي من غير بوحديتك. عقيدات موجودين الحمد لله، يعني كاين بزاف د الحوايج ما كنبقوش نحتاجوهم، كنحيدو لهم داك الصديف وكنخبعوهم في شي بواطه وكنحتاجوهم في هاد الوقيته هادي. كما كتشوفوا البيجاما ديالنا ها هي فينيا مقاده، وغادي نلصقوا الصديف بهاد الطريقه هادي، يعني كناخذ المنتصف ديال العنق وكنحطهم فيه، بغينا هكا لا بغينا نديرهم في الجنب، المهم تيبقى الذوق ديالك انت او الاختيار ديالك انت فين بغيتي ديري الصديف. المهم بهذه الطريقه هذه كنشدو مزيان، يعني العقده مزيان، وكتشد لينا وكتجي شكلها زوين وانيق. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واخا خفيف وظريف يعني صغير مزروب، ولكن بغيت نوريكم الطريقه باش نتغلفوا العقاده وتلصقوهم، هادشي اللي كاين. ونتمنى ما تنسونيش البنات بلايك الزوين ديالكم وتعليق زوينه، ومرحبا بكم، انتظروني في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه. والبدر يحكي مسناء فاقه، إلا ضياء الخاتمات محيرا، الخاتمات بنور ربي أنجم، ونقاؤهن من الأديم تحدرا، أنعم بثانية تسامى ذكرها، بالخاتمات فحق أن تتصدرا، فلابنة التحفيظ أسمى منزل، وتظل بالقرآن عزا يشترى، أبنية التحفيظ أنت قدوة، فبقلب